اللهم صل وسلم وبارك عليه عباد الله رجال الله أجدنا لأجل الله وكنوا أعوننا لله عسى نظر بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن
الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ربي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب السلام عليكم يا رجال الله السلام عليكم يا رجال الغيب السلام عليكم يا رجال الله السلام عليكم يا رجال الغيب السلام عليكم يا رجال الله أجلسنا يلقوا يرجى بي عبد الله بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرمة أولى إلا خصوصا نبي بكر عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسلم أمرهم ثم إلى رحم جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والسادة الصوفية ومن العلماء عاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا من سلطان أولى الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي قد أرسل سره ثم إلى رحم من آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالتنا وإخواننا وشيوخنا خصوصا صاحب الإجازة كأجي سلم صديق بن كأجي ديك صديق سمي لرك أجي محمد زبري بن عزي علمي سمي لرك أجي
الغمام بوزير غريب
عليهم وعلى آله وصحبه بكل لحظة ونفسه بعدد كل معلوم لهم. اللهم صل صلاة كاملة وصل سلما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل في الغد وتنفرج في الغرب وتوضا في الحوائج وتنال في الرغائب واغسل حاتم ويسسك الغمام بوزي الغريب وعلى آله وصحبه بكل لحظة ونفسه بعدد كل معلوم لهم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل في الغر وتنفرج في الغرب وتوضا في الحوائج وتنال في الرغائب واغسل الخاتم ويسسك الغمام بوجه الغريب وعلى آله وصحبه بكل لحظة ونفسه بعدد كل معلوم لهم. ولله يسمع الحسنى فادعوه بها يا كفي يا غني يا فتاح يا رزاق 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 يا كفي يا فتاح يا رزاق يا كفي يا غني 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 يا فتاح يا رزاق يا لطيف 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 يا لا إله إلا الله لا إله
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله وحده لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر نحن عليها نمد عليها وبها معرفة إن شاء الله تعالى من الآمنين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثله باب اليسر سيدنا محمد المختار وعلي أبحار وأصحاب الأخير على نبي الله وإفضالي اللهم لك الحمد منك الفرج وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونسألك على فساد بنا ونسألك صلاح أمرنا كله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزينة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوينا لنا في شقرات الموت ونزاد من النار ورفع عند الإسلام اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا من غير تاب ولا مشقة
ولا ضير ولا نسب في حق كل لهما ملك الملك تدير ملك من تشاء وتنزم من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وبحق كلامك الكريم ورسولك الكريم وبحق الف لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وبحق صلوات تفريزي نسألك السلامة في الدنيا والآخرة وحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألهمنا علما نفقه بأوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم كيف ننجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصر على نقمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا متقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم ولا مخسفنا واصرفنا وارفعنا البلاء والوباء والطاعون والقرانا وشر إلى شر علي وشر الجيران والفتن والكفار والمضطرين والعاسرين والظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأدى خير الفاتحين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا شر مصائب الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وقد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرعنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين